في واحده ست هانم قوي سابت الكارت ده وعايزه سيدنا يكلمها. ست مين دي يا اخوي؟ ما ينفعش برضه الناس دي تتحشر مع دول. لا خليها تروح تتحشر مع بتوع السيما احسن. لا 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 لا، طب كنت خدت راي سيدنا الاول. طب ادخل اللي عليه دور. اوعى. خلاص اتكلوا على الله انتوا دلوقتي، سيدنا تعبان ومش هيقابل حد. سمعتوا؟ خلاص سيدنا مش هيقابل حد، اتكلوا على الله. احنا جايين من اخر الدنيا وسعيد ادفع 100 جنيه بس ادخله. يا ناس ارحموا سيدنا شويه، انتوا مش شايفين اللي كان خارج من عند سيدنا جوه بقاله ساعتين قاعد يقرا له؟ خلاص ما عادش عنده جهل. يلا توكلوا على الله وبكره ان شاء الله اللي عليه الدور هيدخل الاول. يلا رجاله اتكلوا على الله. يلا 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 زينوا ماشي الناس. الو؟ ايوه يا حاتم. انت فين؟ جبتي معاكي زهره؟ مفيش وقت للكلام ده خالص، اتصرفي زهره اتصرفي. يلا خلاص، سلام سلام سلام. يلا يلا. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صدق الله العظيم. مش كنت قلتي لي يا بيت كنت جبت لك معايا لقمة كده ترمي لك عظمك وانا جاية؟ كده رضا. قولي لي بقى يا اختي انه مهنيكي للدرجات دي. اه يا بنتي يا وزة، مهنيني الهنا اللي ما شفتوش في حياتي، لولا ان الواحده شقيانه وطالع عينها طول النهار. انما ان جيتي للحق، الهنا اللي ما شفتوش ولا دقته في حياتي كلها. شوفي يا اختي المره، ما هو باين على وشك يا بنت. هو انت كانت عمر الدمويه جريت في خدودك بالطريقه دي؟ الا قولي لي، هو احنا مش طول عمرنا اصحاب وطول عمرنا بنتقاسم في كل حاجه؟ يوه، هو مش الشيخ خلف يحق له يتجوز اربعه؟ جرى ايه يا مسهواكه؟ شايفاني يا اختي قدامك ام 44 وجوزك هتخرطيه للوز استوزه يا اختي وكيسي ده المخدرات جابته الارض. سيبهولي يوم في الاسبوع، انا اتجوزه يوم وانت خديه بقيه الاسبوع. انا شايفه يا اختي ان انت تاخدي بعضك وتقومي تنامي بدل ما اطلع العفاريت على جتاتك. يلا فاتك بعافيه. يا بختك. متولي زينهم عندك يا متولي؟ خدت متولي في سكتك؟ جاتكم دهية انتو الجوز، الهي ما توعوا ترجعوا. ايه دول يا عم؟ دول ما يجوش 300 جنيه. هيدفعوا ليه؟ طالما كده كده بيدخلوا يبقى ملوش لازمه الدفع، ايديهم في اللبن. طب هو مستغني وحر، ده راجل مش عايز من الفلوس حاجه. خلاص خليه هو في ملكوته وخلينا احنا نشوف حل. آه يا دنيا، آه يا دنيا، آه يا دنيا، آه
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. تلمي خلاجاتك وتاخدي بنتك وتقبل ودلوك. نقبل نروح فين وليه؟ اسمع اللي هقول لك عليه. تاخدي شيماء وتركبوا المنفلوط ومنها البلدنا المندره، وهناك تسالوا على الشيخ جاد ده عمي، هتقعدوا عنده لحد ما اجي اخدكم. مالك يا اخويا في ايه؟ اعمل اللي هقول لك عليه. حاضر يا سيد الناس، حاضر. كل لك لقمه كده بس، بر نفسك كده، انت ما دقتش الاكل من الصبح. صباح روح بقى. نعمل تذكرة الدخول ب 100 جنيه، اللي عايز يدخل هيدفع. شهور جنبي هتقروا في كتاب ربنا. قريتوك ايه؟ فهمتوا منه ايه؟ استفدتوا منه ايه؟ مفيش آية مست قلوبكم؟ مفيش آية نفضت روحكم وطهرتها؟ كل اللي اتغير فيكم شكلكم. جلابية بيضة! جلابية بيضة! انتوا ايه؟ ببساطة كده تقطعوا شتت الغلابة وتستحلوا لحمهم؟ وحياة الميتين لك، لا سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، آخر مرة، آخر مرة. Thank you.
يعني تعبة روحي وسالقة الكوارع وفي الآخر ما يمدش إيده عليها. رحت فين يا راجل؟ وزع وزع تحوش متولي منوم. عارفة الراجل ده حكايته إيه؟ روح عند عمي جاد ونزلي على منفلوط وأنا حصلكو، بأنه بيعمل الحكاية دي كلها عشان يفلق مني. عارفة بس إيه ده وأنا ماليش بخت.